الفوز برئاسة مجلس مدينة الدار البيضاء الكبرى أبرز نقطة سلط الضوء عليها يوم أمس الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط رفقة أعضاء الحزب خلال لقاء جمعهم لأول مرة مع منتخب ومستشاري جهة الدار البيضاء الكبرى بالدار البيضاء. شباط وفي كلمته خلال هذا اللقاء اعتبر أن العاصمة الاقتصادية واحدة من أولويات الحزب التي يجب الظفر برئاستها في الاستحقاقات القادمة، خصوصا بعد الانتقادات التي واجهها الملك في خطابه الأخير. هذا اللقاء هو للتدارس أولا الحالة التي توجد عليها مدينة الدار البيضاء وجهتها، خصوصا بعد الخطاب الملكي أثناء افتتاح الدورة التشريعية، كذلك الآن لوضع برنامج إنقاذي لمدينة الدار البيضاء وجهتها بالنسبة لكل المقاطعات وكل الجماعات القروية والحضرية. كذلك هناك دراسة بعض المسائل التي تهم سياسة القرب والتواصل مع ساكنة جهة الدار البيضاء الكبرى، باعتبار أن الدار البيضاء وجهتها هي القطب الاقتصادي والقطب المالي بامتياز للمملكة المغربية. حزب الاستقلال يريدها قطبا ماليا واقتصاديا لكل إفريقيا، ولما لا قطبا ينافس الأقطاب المالية والاقتصادية على المستوى الدولي، بحكم أولا موقعها، بحكم التجهيزات الأساسية التي تتوفر عليها من موانئ من مطارات، بحكم كذلك النخب التي تتمتع بها كل هذه النخب المتواجدة داخل حزب الاستقلال. ما عليها إلا أن توحد الرؤية وتتفق حول برنامج إنقاذي لمدينة الدار البيضاء وجهتها في المستقبل، والهدف هو أن يحصل حزب الاستقلال على المرتبة الأولى في الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله. من جانبها اعتبرت منسقة الحزب جهة الدار البيضاء الكبرى ياسمين بدو أن الهدف الرئيسي هو خدمة المدينة والساكنة البيضاوية. من طبيعة الحال احنا كحزب الاستقلال في مدينة على صعيد الجهة الدار البيضاء الكبرى وبعد خطاب صاحب الجلالة تجندنا وبدينا سلسلة من اللقاءات، أولهما هي اللي ترأس الأخ الأمين العام باش يعطينا التوجهات ديالو في هذا المجال. احنا حقيقة بغينا نكون عند حسن ظن جلالة الملك. حزب الاستقلال هو دائما كان منذ 2003 منذ انطلاق تجربة الوحدة المدينة كنا في معارضة مجلس المدينة، ولكن احنا دائما كنا تنقولوا ما كانش أغلبية ومعارضة، خاص يكون هناك فريق قوي لخدمة المدينة، لأن تنعرفوا على أن تنمية المدن هي القاطرة التنمية للبلاد، لأن التنمية تبدأ يعني من البداية، إذن من المحلي. ولكن مع الأسف كان هناك ما كانش هناك تفاعل وتجاوب يعني إيجابي مع العمدة ديال الدار البيضاء وبعض ماشي كل شيء أعضاء المكتب المسير، فكنا جد مهمشين. الآن ربما غادي تكون هناك واحد رؤية جديدة ومقاربة جديدة بعد الخطاب السامي لجلالة الملك اللي غادي يعتمدوها في مجلس المدينة، ويكون هناك فريق عمل بجميع مكونات، لأن البلاد والساكنة يعني تحتاج جميع القوات، وماشي فقط المنتخبين، راه مدينة في حجم مدينة الكبرى محتاجة لجميع القوى الحية، من ضمنها بطبيعة الحال المستشارين والمنتخبين المحليين، ولكن كذلك كاين هناك مكانة كبيرة واللي تيلعبوها ما تيلقاوش الدعم هو المجتمع المدني في شتى المجالات. اللقاء حضره رئيس مجلس النواب كريم غلاب الذي عبر باسم حزب الاستقلال عن اكتساح الحزب لمدينة الدار البيضاء. نقترب أكثر ما يمكن من الشباب، من النساء، من الحرف المتعددة، من المهن المتعددة، من النقابات، جميع الوسائل لتجعلنا نتقرب من المواطنين وتكون واحدة علاقة سلسة سهلة مع المواطنين، تكون منظمة من خلال التنظيمات ديال الحزب، وهذا هو اللي كان الهدف ديال هذا الاجتماع. حزب الاستقلال طبعا حاضر، له نواب من مجلس النواب، له برلمانيين، له مقاطعات، له ممثلين في الغرف المهنية، في موجود في جمعيات، عنده حضور طبعا متميز. الذي يميز حزب الاستقلال في مدينة الدار البيضاء هو ربما أنه منذ 10 سنوات وهو يعارض
كقوة سياسية المكتب الذي يسير حاليا مجلس مدينة الدار البيضاء، فبالتالي الانتقادات التي توجه من طرف ساكنة الدار البيضاء تجاه انعدام أو قلة الخدمات التي توجد في مدينة الدار البيضاء يعني يعود إلى القيادة الحالية لهذه المدينة وحزب الاستقلال، بحيث أن كان دائما في المعارضة منذ تقريبا عقد من الزمان بريء من كون هذه المسؤولية، وطبعا موجود ليصحح هذا الوضع وليستجيب لكل حاجيات الساكنة في هذه المنطقة. مدينة الدار البيضاء يمكن لها تكون في نفس الوقت قطيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب ككل، وفي نفس الوقت يمكن تكون يعني إلى قدر الله خطر على البلد ككل، فبالتالي تخص الأمور تتخذ يعني بعناية وبمسؤولية، وهذا ماشي موضوع يعني ديال المزايدة أو ديال يعني الكلام، هو موضوع ديال العمل، وتخصنا الصعب اللي عندنا تحول إلى قوة وإلى نجاح وإلى حماس في سبيل هذه السكينة الكبيرة كبيره ديال هذه المدينه الكبيره. وخلال هذا اللقاء تفاعل المستشارون والمنتخبون البيضاويون مع كلمة الأمين العام للحزب، معتبرينها تحفيزا وتشجيعا للفوز برئاسة مجلس المدينة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.